يبقى على بن صالح ونديروا له 96 بنادم من نجية مكونة 80% من الحراك، 30% من الوجوه اللي تعرفوها، 50% من الشباب، 25 عام، 35 فيهم جامعيين وإطارات، 5% من 96 اللي تكون اللجنة هذه. دونك لكوش دير هذه اللجنة هي اللي تحل محل تاع الانتخابات. 5% هي عددها 5 من الشخصيات التي لا تنتمي لا السلطة ولا الأحزاب ولا الحراك. 15% من 96 وعددها 15 بنادم من الأحزاب يكونوا داخل سموه، زائد 48 96 اللي نجيبوها من الولايات. الولايات اللي راه تخرج تمثل ولا ما تمثلش، ماشي غير العاصمة والمدن الكبار، وهذه تندوف وهذه الصحراء وهذه الشمال وهذه بلاد القبائل اللي مع البلديات الصغيره. هذه لجنه واش دير سي سليمان؟ هادو لجنه ماذا؟ بالعقل خليني نقول معليش باش كي داير الاختيار باش نعرفوا باش يعينهم واحد. نجيو مثلا لكل بلديه المجتمع المدني يفوت يعطينا مثلا واحد، يجيو كل البلديات في كل ولايه مثلا الجزائر فيها 60 بلديه، يجي 60 عضو من 60 بلديه يفوتوا يعطونا زوج، يولوا 96 واحد مع هادو اللي قلنا يديروا اللجنه الوطنيه. واش دير هاد اللجنه الوطنيه؟ هذا بن صالح موجود رئيس هو وحده. لا ايه. ماهوش هو الرئيس، هو رئيس دوله بصح هذه يدير لها رئاسه وحدها. يولي هاد 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 اللجنه واش دير؟ هذا غير تبعوني غير سي با لا فيلوزوفي، ليس الدستور هنا ماشي نتكلم في الدستور. لا راني نمزج، لازم لك مزج. بن صالح يمثل الدستور بصح هادو خارج الحل السياسي. راكم خايفين بن صالح، ديروا له 198 بنادم وهذه اللجنه هي اللي تتشاور معاه على الحكومه المؤقته انتقاليه، وهي اللي تراقب الانتخابات وتقلع وزاره الداخليه، وهي اللي تدير كل شيء، رئيسها ونايبها كل هذا الشيء يدير شخصيات ويفوت ويفوت على رئيس ونائب رئيس. اذا رئيس نائب رئيس تاع هذه المجموعه زائد بن صالح، واش تدير بن صالح وحده في 98؟ واش يدير بن صالح؟ هذه لجنة يدير العجب؟ هذه لجنة مهمتها بالضبط مهمتها اللي تدينا الانتخابات وتعين معاه لجنة مستقلة الحكومة المؤقتة، لجنة مستقلة من قلب الحراك. اي من قلب الحراك هذه هي 50% من الشباب تاع الحراك. طيب اذا رفض الشباب ان يتمثل في لجنة رفضوا، هذا المطلب الان موجود او الكلام موجود، يقول لك انا واحد يمثلني. هاو علاش راهم برا هادو؟ ياك هما اللي يكونوا ممثلين مثلهم. انا يقول لك لا اثق في اي شخص من نظام بوتفليقه. ايوه لا اثق في اي شخص من نظام بوتفليقه. الطرح الثاني، اذا اصرينا على ما يبقاش بن صالح اسمه والله نكسر الدستور. روحوا الاعلان دستوري مؤقت او نروحوا كي نكسروا الدستور شكون هو اللي نهضروا معاه؟ شكون يعطيكم الضمان باش تجمعوا في زيرال؟ هذه الخطه تاعك اي تعيم هاش تحت ماش ملزم الناس فيها، هذه قابره. انا على الاقل حطيت تصور. انا اسمح لي يا سي سماء، الاتحاد الوطني للمحامين قال لك نوقفوا العمل بالدستور ونروحوا الاطار الاعلان دستوري مؤقت باش من اجل تكوين هيئه رئاسيه من 5 اشخاص. نعطيك بوشاشي أيه. حقوقي محامي راهو يمشي في الولايات ويتلاقى مع الشباب ويتكلم، قال لك علينا الذهاب لحلول سياسيه لانه الحلول الدستوريه ما تكفيش. فوزي الصديق ايضا اليوم في حوار بموقع التياسا يقول بانه ما يحدث في الجزائر غير موجود في الدستور. الحاله الثانيه اللي تكلم فيها سي سليمان سعداوي، الحاله ان الناس مش قابله بن صالح وبالعيز وبدوي، يعني نحبسوا نوقفوا الدستور. هذا الجيش ما قالش عليه، الجيش قال كل حلول تكون دستوريه، نوقفوا الدستور. كي نوقفوا الدستور في رايك انتايا نقدروا نوصلوا الحل في تلك اللحظه ام ممكن ندخل المرحله واحد ما على باله بها؟ ما نقول لا مليحه لا ما هي مليحه. هنا وين رانا خايفين الى نكونوا حنايا النظاره وحنايا اللي رانا نوجهوا الشعب في البلاطويات وفي الاحزاب وفي الشارع عناصر باينه وفي الولايات، يقولوا نتحملوا وزر ضياع البلاد. اذا راينا ما نجحش ودخلنا في الميليشيات ودخلنا في عربي شاوي قبائلي مزابي ودخلنا في علماني اسلامي، الكلام ذا ما تقولوش ملي ما كاينش. كاين ربي غير واحد، لازم نصفوا صفي وشرب. يعني انت تتوقع روحوا المسار هذاك؟ انا راني نقول باللي الجيش غادي توقفوا عليه العار، الجيش غادي توقفوا عليه العار في الحاله وين راه يقول انا علاش راه يقول نضمن الدستور. باختصار سليمان، شرح الدكتور
علاش راه يقول يا ودي لا تخرجونيش على الدستور؟ لانه باش ما يتهمش باللي ديكتاتوري، باللي انت بالسلاح حقرت الشعب، راه باغي هادشي منكم، من الشعب منا. طيب نقولوا له الجيش زيري تكملت معايا. نرجع لك دكتور طيفور، سمعت كلامه، فيه خوف، فيه خوف، فيه خوف لو نخرج شفت قويلك قلت لك انا نناقشه، قلت لي يا ودي انا خليني نهضر.